الحقيقة جائزة خليفة سمعت عنها من أحد زملائي في نفس القسم في الجامعة واللي فاز فيها في إحدى الدورات السابقة، وشجعني كثير للتقدم إلها باعتبارها هي من أفضل الجوائز اللي ممكن يحصل عليها الباحثين في دولة الإمارات العربية، باعتبارها يعني جائزة فخرية وذات صيت عالي طبعا. فتشجعت وحضرت الطلب وقدمت الجائزة، وحصل مقابلة الآن مع لجنة الجائزة أيضا بعد تقديم الطلب، والحمد لله رب العالمين ربنا سهل وفزت الجائزة. لا شك أنه هي جائزة تنافسية وهناك الكثير من المتقدمين للجائزة، ولكن الحمد لله ربنا سهل وقمت فيها. الحقيقة جائزة خليفة كانت مثل باب لمزيد من الإنجازات فيما بعد. السبب أنه هي طبعا جائزة ذات صيت وسمعة عالية جدا. بعد حصول على جائزة خليفة تم ترشيحي لجائزة أخرى هي ميدالية سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم للتميز العلمي، وكان أحد النقاط التي تم التركيز عليها في ترشحي للجائزة هو الجوائز التي حصلت عليها سابقا، وطبعا في مقدمتها جائزة خليفة. فالحمد لله يعني هي كانت خطوة أولى لمزيد من الإنجازات والمزيد من التكريم، وأنا أعتز جدا بجائزة سمو الشيخ خليفة وأيضا طبعا جائزة أيضا سمو الشيخ محمد بن راشد، يعني كلاهم كان لهم دور في تكريم العلماء والباحثين في دور الإمارات. الحقيقة منذ حصولي على الجائزة حصل أيضا بعض التطورات في مسيرتي المهنية. تم استحداث مركز للأبحاث في مجال تكنولوجيا المياه في جامعة خليفة، وتم اختياري ولله الحمد اللي ترأس هذا المركز، مركز الأبحاث اللي هو يحمل اسم مركز أبحاث تكنولوجيا الأغشية الرقيقة وتكنولوجيا المياه. أيضا كان هناك تمويل لمزيد من الأبحاث أيضا، وكان هناك فرص للإشراف على عدد آخر من طلاب الدراسات العليا من حملة الدكتوراه. فمما لا شك فيه أنه جائزة خليفة التربوية كان هدور في عمل صيت خلينا نحكي او اعطاء دفعه للامام في مجال المزيد من التقدم، وانا شاكر يعني ولله الحمد لهذا الموضوع ولجائزه خليفه لدعمها وتشجيعها للباحثين في دوله الامارات وللمتميزين في مجال التربيه والتعليم والتعليم الجامعي في انهم يقدموا المزيد ويسيروا باتجاه المزيد من التطور. الحقيقه نصيحتي لكل زميل وزميله من الباحثين والعاملين في قطاع التعليم العالي، لانه هذه الفئه اللي انا يعني قدمت من خلال هذه الجائزة، وربما أيضا بالتأكيد لكل العاملين في قطاع التعليم بشكل عام بما فيها قطاع المدارس ومراحل التعليم المختلفة، إنه إذا كان الإنسان المعلم أو المدرس الجامعي يجد إنه هو يقدم شيء متميز أن لا يتردد في إنه يتقدم لجائزة خليفة التربوية. والسبب إنه الجائزة تتمتع بمعايير عالية جدا من الشفافية، برأيي أنهم يتم الاختيار وفق معايير ممتازة، وإذا كان الشخص قدم ما عنده وأبدع في مجاله فليس هناك ما يمنع أنه يفوز. في النهاية أنا أود جدا أشكر الإخوة والأخوات القائمين على جائزة خليفة لدورهم الفعال والمتميز ويعني الحثيث في متابعة الطلبات المقدمة وفي التواصل مع المترشحين، ومن ثم في التواصل معنا فيما بعد الجائزة بعد الحصول عليها خلال ترتيبات حفل الجائزة وفي كل شيء ما بعد ذلك. هم بقوا على تواصل معنا في أكثر من مرحلة، على سبيل المثال حصل ندوات علمية حصلت في أبوظبي برعاية الجائزة وتم توجيه دعوات لنا لحضورها، فيعني ما كان الموضوع توقف عند حد الحصول على الجائزة وإنما استمر التواصل معهم بشكل ممتاز بعد ذلك.